بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالمثل زي ما أنا كنت شغال هوريزونتال منيو كوضع افتراضي، أنا ممكن أضيف الكيورد فيرتيكال علشان يشغل لي المنيو بتاعتي على الوضع الرأسي، وده وارد وبيحصل باستخدام الكيورد فيرتيكال. فلو أنا خليتها فيرتيكال هبتدي إيه الشكل القائمة بتاعي يتغير للوضع الرأسي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.